متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية للأسبوع الأول من شهر 7، شهر يوليو تموز. طبعا المملكة وسائر دول الخليج العربي تحديدا في القطاع الشرقي والشمال الشرقي بما فيها العراق والكويت تأثرت خلال الأسبوع الأخير من شهر 6 بموجة حر قوية جدا ولاهبة وارتفاع كبير في درجات الحرارة إلى مستويات كانت 50 في بعض من هذه المناطق. هذا الأسبوع أيضا هناك بعض التقلبات الجوية مرتقبة، بدأ بيوم الأحد المتوقع أن يحدث أو تكون درجات حارة بها الأجواء يعني حارة في مناطق الوسط والشرق ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية في العاصمة الرياض والحدود الشمالية، 41 درجة مئوية في تبوك، و34 درجة مئوية في جدة، وتقريبا ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية في الدمام، وتكون ما بين 30 إلى 21 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مع فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية العالية من جنوب غرب المملكة، كذلك أيضا في جبال الحجر في سلطنة عمان. يوم الاثنين يتوقع أن يحدث تغيير كبير على الأجواء في عموم مناطق سوى بعض الانخفاض غير الملموس على درجات الحرارة في القطاع الشرقي والشمالي للمملكة، فمثلا تتراجع في الدمام إلى 41 درجة مئوية، كذلك الأمر في الحدود الشمالية و40 درجة مئوية في تبوك، 35 درجة مئوية درجة حارة في مدينة جدة، لا تغيير في العاصمة الرياض الأجواء لاهبة 45 درجة مئوية في ساعة النهار، وتكون بين 30 إلى 21 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة مع فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار في ساعات ما بعد الظهر التي قد تكون أحيانا هذه الأمطار طبعا مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط لبعض من زخات البرد. يوم الثلاثاء تراجع على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى عوجه تحديد، لكن ليس ملموسا بشكل عام، 44 درجة مئوية المنطقة الوسطى، لكن ترتفع إلى 37 درجة مئوية مثلا في جدة، هناك ارتفاع على سائر المناطق الغربية من المملكة، فرص أقل تبقى موجودة لبعض الزخات المحلية من الأمطار فوق جبال جنوب غرب المملكة، وتكون درجة الحرارة العظمى ما بين 31 إلى 21 درجة مئوية، 43 درجة مئوية في الدمام و44 درجة مئوية في الحدود الشمالية و41 درجة مئوية في تبوك. طبعا يوم الأربعاء يتوقع أن تعاود تأثيرات الكتلة الهوائية لاهبة الحرارة على مناطق عدة من المملكة كما سنلاحظ الآن. فيوم الأربعاء المناطق الشمالية المملكة تعيش وقع أجواء شديدة الحرارة وموجة حارة من جديد، المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض والقطاع الشمالي الشرقي درجات حرارة 50 منتظرة من جديد في بعض المناطق، تصل في العاصمة الرياض إلى 46 درجة مئوية في ساعات النهار، أجواء حقا لاهبة في تلك المناطق، 45 درجة مئوية في الحدود الشمالية ذات المعدلات اللي أقل من ذلك، 42 درجة مئوية في تبوك و36 درجة مئوية في جدة، 30 إلى 21 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة مع تراجع فرص هطول الأمطار يوم الأربعاء، وتكون في الدمام من 43 إلى 33 درجة مئوية. نلاحظ يوم الخميس ارتفاع ربما أو بقاء درجة الحرارة على ما هو عليه الحال، 46 درجة مئوية في العاصمة، 45 درجة مئوية في الحدود الشمالية، لكن نلاحظ ارتفاع إلى 44 في تبوك وأجواء لاهبة موجة حارة في عموم هذه المناطق، 43 درجة مئوية في الدمام، درجات حرارة 50 في بعض القطاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة، 35 درجة مئوية في جدة و31 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع أيضا بقاء فرص الأمطار منخفضة يومي الأربعاء والخميس. نختم توقعات هذا الأسبوع بيوم الجمعة الذي سيشهد ارتفاعا آخر على درجات الحرارة، تصل في العاصمة الرياض إلى 47 درجة مئوية، والأجواء حارة للغاية لاهبة الحرارة في العاصمة، 44 درجة مئوية في تبوك في الدمام، 46 درجة مئوية في الحدود الشمالية، هذه المناطق بالعادة درجات حارة معدلها تقريبا 38 درجة مئوية، فدرجات الحارة هي أعلى من المعتاد بأكثر من حوالي 8 درجات مئوية، و44 درجة مئوية أيضا في مدينة تبوك و34 درجة مئوية في جدة، تعاود فرص الأمطار من جديد بالنشاط فوق جبال جنوب غرب المملكة يوم الجمعة المقبل مع درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. طبعا يصادف أعتقد يوم الجمعة أيضا يوم التحري لهلال شهر شوال، عفوا هلال شهر ذي الحجة خلال هذا اليوم، ويعتقد أن يكون هناك بعض العوالق الترابية في بعض مناطق المملكة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر يوليو شهر 7 الذي من المتوقع أن يحمل المزيد من الحر للمملكة في مناطق عدة. أتمنى لكم جميعا أوقاتا سعيدة وأسبوع مبارك أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.